مساء الخير اعزائي المشاهدين، برنامج اولاد الملك. النهارده معانا ومعاكم حكايه جديده، قصه جديده، مشكله جديده من مشاكل اخواتنا اخوات الرب. هنعرف مع بعضنا ايه قصتها وايه حكايتها. نتعرف عليكي مريم. ست مريم، عايزين نعرف مشكلتك من اول. مشكلتي معايا ثلاث بنات جوزاهم، وجيت في الرابعه ما قدرتش اجيب اي حاجه. انت جوزك عايش؟ عايش، بس عمل حادثه على الدائري ورجليه مقطوعه. كان شغال رايح على شغله فاعل. كان بيشتغل فاعل عربية خبطته وراح عمل حادثه على الدائري. وعمل حادثه على الدائري. طبعا احنا في صور انت وريتهاني. دي صعبه خالص. انا هطلع بعض الصور منها، مش هقدر اطلع الصور كلها. لان بجد صعبه قوي. انا شايف ان هو تم بترجله كيلو بتر كامل. وانا علي حاجات كتيرة. بنتي اتخطبت كذا مرة وتسابت، وانا خايفة عليها تمشي. خطبت المرة دي، وانا عايزاكم تساعدوني عشان اجيب اي الحاجات اللي علي. انا مش جايبة اي حاجة عشان لسه مطلعة اخواتها ثلاثة، والعيشة صعبة. عندك اربع بنات؟ جوزت ثلاثة، والبقى الاخيرة دي. الاخيرة دي مش عارفة اجيب لها اي حاجة، كل حاجة ناقصة. هو بقاله 5 سنين عامل حادثة؟ خمس سنين. قبل الخمس سنين كانت عيشتنا حلوة كويسة. وجوزت تلات بنات؟ جوزت تلات بنات، وفضل الرابعة دي مش جايبة لها اي حاجة. طيب انت عايزة ايه؟ عايزة التلاجة والبوتاجاز والغسالة والشاشة وبقية الحاجة بتاعتها. ده اللي عليك؟ عليا مواعين ما جبتهاش، عليا بطاطين، مفارش، كل ده عليا لسه ما جبتوش. اتخطبت كم مرة؟ اتخطبت تلاتة والرابعة دي. طيب وانا خايفه عليها اللي هي تمشي او حد يغويها من بره. يعني انت قلتي لي في قبل التصوير انك مش عايزه فلوس، قلت عايزه تسطري بنتك. عايزه اسطر بنتي، وعايزه اجيب لها كل الحاجه دي. نفسي تجيب لها حاجتها وتسطريها. نفسي اجيب لها حاجتها وتطلع زي اخواتها، عشان انتوا عارفين المسيحيين خايفه اي حد يمشيها يعني في حته. انت ساكنه في حته صعبه، انا عارف. فيها مشاكل كتير. كلها مشاكل. ربنا يدبر الامور بامر الله. انا عايز اقول لكم ان قبل التصوير كان في كلام، كانت بتتكلم، يمكن الكاميرا هيبه بتخلي الناس ما تعرفش تقول كل اللي جواها. انا عايز اقول لحضراتكم ان الصور صعبه. جوزي ما بيشتغلش خالص دلوقتي. ما بيشتغلش خالص طبعا. قاعد. قاعد زي ما انت قلتي لي، قاعد عند ابوه شويه، قاعد عند اخواته، وقاعد في البيت. ايوه. ما فيش شغل، ان طبعا بات الرجل كامل فوق الركبه. ايوه. اني طبعا انت حكيت لي قصه العمليه والفلوس اللي انت كنتوا مستورين وعايشين مستورين. الحمد لله. العمليه خدت كتير خدت مننا كتير بصراحه، عشان يقف على رجله دودت، وقلت عفنت وفي الاخر بتروها. طبعا احنا زي ما سمعنا القصه والمشكله. انا عايز اقول لحضراتكم في صور صعبه قوي. انا مش عارف انها ممكن تتذاع ولا لا، شكلها صعب جدا. والبدر فوق الركبه، انتوا قلتي لي عرفتينا ازاي؟ عرفت اللي واحده ساعدتوها وجبتوا لها كل حاجه. واثقه ان ربنا هيتعامل معاكي الايام الجايه؟ واثقه ان ربنا يتعامل معانا ويجيب لي كل حاجه ان شاء الله واجوز بنتي. ست مريم، انا بناشد معاكي كل اخواتنا. انا عارفك انك مش عارفه تتكلمي. مش عارفه، انا اول مره اقع في موقف زي ده. اول مره اقع في الموقف ده بصراحه، مش عارفه اتكلم. اكيد الناس اللي شايفاك عذراكي يا رب، وعارفه اني انا شايف انك مكسوفه ومش عارفه تتكلمي، بس كلنا اخواتك، احنا كلنا معاكي. يا رب يخليك. انا بحاول اوضح اللي الناس مش شايفاه بعينها ومستمعاه. اختنا مريم، وزي ما انت قلت انت مش عايزه فلوس، انت عايزه تسطري بنتك. عايزه اسطر بنتي بكل حاجه يا رب. انا النهارده اختم معاكم الحلقه بكلمه الستره. بامر الله. الستره بناتنا. بناتنا اللي بيوجعونا. بناتنا اهم حاجه في الدنيا. اسره عندها بنت عايزه تتجوزها. احنا ربنا بيستخدمنا نفرح اخواتنا. اخواتنا اخوه الرب. الرب عملهم اخواته بالحري. احنا ايه؟ انا بناشد معانا كل الناس اللي سمعانا وشايفانا. اختنا مريم بتقول لك ساعدني اسطر بنتك، اسطر حفيدتك،
أستر أختك، بنتك وأختك وحفيدتك، بنتك وأختك وحفيدتك، بنتنا لحمنا ودمنا. خايفة تمشي، مش إنها وحشة، مش إنها غلط، مش إنها لأ، ضغوط الحياة، الإغراءات، الفقر. ربنا بيستخدمنا إن إحنا نفتح باب خير، باب أمل. برنامجنا أولاد الملك هو باب أولاد الملك، باب فتح خير أولاد الملك. كل حد بيمد إيده، إحنا غوزنا كتير، أنتوا عملتوا كتير، أنتوا ساعدتوا في ناس كتيرة، أنتوا اللي بتعملوا ده كله. وأنا واثق إن إحنا مستمرين طول ما إحنا موجودين على الأرض، إن النعمة دي تبقى معانا. أجر كوب ماء بارد لا يضيع. أعزائي المشاهدين، أنا بختم معاكم حلقتنا النهاردة في كلمة واحدة، الستر. شكرا لكم.